السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، والبداية بالعناوين. مقاتلات التحالف العربي تواصل استهداف مواقع الميليشيا الانقلابية في صنعاء ومأرب. مقتل وجرح 7 من عناصر ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في كمين نفذته المقاومة بتعز. مرحبا بكم. جددت مقاتلات التحالف العربي اليوم قصفها أهدافا عسكرية في صنعاء، وقالت مصادر محلية إن طائرات التحالف نفذت في وقت مبكر اليوم لا يقل عن 10 غارات على معسكر نهدين جنوب صنعاء ومعسكر الصيانة شمالا. إلى ذلك قالت مصادر صحفية إن عشرات من ميليشيا الحوثي قتلوا اليوم في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية السعودية على مواقع في منطقة السلمات بمحافظة الجوف شمال اليمن. الله أكبر. في مأرب سقط يوم أمس قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء قصف لميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية على أحياء سكنية وسوق شعبي في المدينة. مراسلنا عبد الله أبو سعد والتفاصيل. حسينا بانفجار قوي وهزه قويه، يعني هزت المنطقه، واحنا كنا ساكنين هنا بالشقه المجاوره، مكان الاستهداف كما تشوفوا. عند كل هزيمه تتعرض لها ميليشيات الحوثي ومرتزقه المخلوع يكون هدفهم القادم المدنيين والاحياء الاهله بالسكان. صباح اليوم قامت كاتيوشا العصابه الارهابيه بارسال العديد من الصواريخ بشكل عشوائي على احد الاحياء السكنيه، ما أسفر عن استشهاد 10 مدنيين بينهم امرأة وعدد من الأطفال وإصابة 25 جريحا. وصلنا احنا اول حاجة خرجنا من هنا من البيت بالصادق، اسمعنا اللي رحنا عاد ايش احنا اخرج ادور انا ادور انه صادق انه كم بور واحد ومرته ما ادري اسمه عائله ومرته ماتت وهي كانت حامل وهو تسقط الدور بس عفونا انا وهو بسيارة شبه. أرادت ميليشيات الحوثي والمخلوع الدموية أن تنتقم من الأبرياء ردا على هزائمها المتتالية والضربات الموجعة التي يتلقونها كل يوم على يد الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال. طبعا قتلوا اليوم حوالي ما يقرب 8 أفراد أو 9 أفراد من دون الجرحى، منهم خاطر القرآن الكريم. طيب المرأة موجودة في هذا المكان، اثنين نسبي وابني مثلا عمره 12 سنه يحفظ القران في الثالث جزء من القران الحمد لله رب العالمين، وطبعا والله ان رجله حصلت تحت السياره رجله، وناس اخرين كانوا موجودين انا بالشارع لم اعرف اسمائهم لكن موجودين منهم اسعفناهم منهم 8. المقاومه ستنتصر بعون الله وبتضحيات الابطال. تلك الدماء التي سفكت بقذائف وصواريخ الميليشيات العشوائيه ستتحول الى براكين اضافيه تنفجر في وجوه أولئك الغزاة المعتدين. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل الفضائية، مأرب. أكد الدكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية أن تحرير صنعاء أصبح هو الهدف في اللحظة الآنية للتحالف والجيش الوطني، وأشار إلى أن لحظة التحرير باتت وشيكة. وقال العامري في تصريح صحفي إن السلطات الشرعية في اليمن مع أي جهود تنقذ الشعب من إرهاب الحوثي
واختطاف الدولة، وشكك في الوقت نفسه في التزام الحوثيين بأي اتفاق، وأضاف إن السلطات الشرعية تعمل من أجل التوصل إلى حلول سلمية ولا تمانع من استسلام الحوثيين لتلك الحلول. وأوضح العامري إن المسارين السياسي والعسكري يسيران في اتجاه واحد وفي طريقهما، فإذا التزم الحوثي بتنفيذ القرار وتطبيقه كما هو وانسحب من المدن والمحافظات وسلم أسلحته للدولة وحل ميليشياتهم المسلحة وعادوا كمواطنين، قد لا نحتاج لحل عسكري، لأن التمرد والانقلاب على الدولة ورفضهم لكل الحلول والمساعي السياسية هو من فرض الحل العسكري. بحث وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي اليوم مع السفير الألماني لدى اليمن أندرياس ليندل وضع حقوق الإنسان في اليمن في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية في مختلف المحافظات. ونوه الأصبحي بالدور الألماني الإيجابي والفاعل المساند لليمن في مجال حقوق الإنسان والمجالات التنموية المختلفة، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن. من جانبه رحب السفير الألماني بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان كاستجابة للدعوات المحلية والدولية ولقرار مجلس حقوق الإنسان لتحقيق العدالة، وأكد دعم ألمانيا لتحركات اليمن للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم الفني والتقني لوزارة حقوق الإنسان وعملها مع المنظمات ومنظمات المجتمع المدني. قتل 5 من عناصر ميليشيا الحوثي ومرتزقة المخلوع صالح وجرح 2 آخران صباح اليوم السبت في ستبيتعز. وقال شهود عيان إن أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة تعز نصبوا كمينا محكما لعناصر من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية في شارع 60. وأشارت المصادر إلى أن الكمين الذي وصف بالمحكم استهدف أحد الأطقم العسكرية التابعة للانقلابيين، ما أسفر عن تدميره ومقتل وجرح طاقمه المكون من 7 أشخاص. أكد عدد من أبناء تعز في تصريح لقناة سهيل أن يوم 21 من سبتمبر يعتبر يوما أسودا في التاريخ اليمني، مؤكدين على أن المقاومة تسعى لإعادة الاعتبار لشهر سبتمبر من خلال تحرير اليمن وإنهاء الانقلاب. 21 سبتمبر يعني الردة على ثورة 26 من سبتمبر. العناصر الملكية أو دعاة النظام الملكي الذين دحروا في 26 سبتمبر 62 عادوا من جديد بأسماء جديدة في 21 سبتمبر، عادوا بهذا الشهر ليقولوا لثوار سبتمبر أن ها قد عدنا يا ثوار سبتمبر، ها قد عدنا يا علي عبد المغني، ها قد عدنا يا سلال، ها قد عدنا يا عبد الغني مطهر، ها قد قلنا يا محمد مطهر، ها قد عدنا لكل أعضاء مجلس قادة ثورة سبتمبر، كما قال الليمبي عندما دخل قبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. 21 سبتمبر يعني لي تمرد على ثورة سبتمبر على ثورة 26 سبتمبر، ويعني لي تمرد على ثورة 14 أكتوبر، ويعني لي تمرد على إعادة الوحدة في 22 مايو، ويعني لي تمرد عن الحياة وتمرد عن الحضارة. 21 سبتمبر يعني الانقضاض على المكاسب الوطنية وتدمير وطن بمختلف أطيافه ومكوناته. 21 سبتمبر يعني الانقضاض على ثورة يعني شبابية سلمية. 21 سبتمبر يعني الدم والسيف مقابل العقل والحوار والسلمية. 21 سبتمبر يذكرنا باليوم الأسود، اليوم الانقلابي الذي انقلب على شرعية الدولة والذي انقلب على مؤسسات الدولة وصادر مؤسسات الجيش وصاد كذلك دم خرب أو نصف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 21 سبتمبر هو يوم أسود لكل اليمنيين، هو ذكرى انتكاسة وطن، ذكرى سقوط دولة. 21 سبتمبر يعتبر محاولة اغتيال فاشلة للوطن،
21 سبتمبر هو يوم إسقاط هيبة الدولة، يوم تدمير المؤسسات، يوم أن أتى الحوثيين كمظلمة للشعب اليمني لإسقاط قرعه، وهو الآن بعد عام من 21 سبتمبر الشعب اليمني مشرد. 21 سبتمبر يوم أسود في تاريخ اليمن، يذكرني بالعهد البائد الإمامي منذ العشرينات القرن الماضي إلى 62، فبقايا الإمامة متمثلة بالحوثي يعتبر الإمامين الجدد بدعم من عفاش وقواته المسلحة الحركة الجمهورية والقوات الخاصة، حاولوا أن يستعيدوا الدولة المتوكلية الهاشمية القديمة التي تفرق بين الناس بين سيد وعبد، ولكن الحمد لله الشعب اليمني كان صاحي وكان منتبه وكان يقظ واستطاع أن يكسر هذا المشروع الجديد الذي يريد أن يعيد اليمن إلى ما قبل 62. كشف الشيخ يحيى محمد منصر شيخ مشايخ قبائل الزرانيق بمحافظة الحديدة عن تجهيز 3000 مقاتل من أبناء القبيلة للمشاركة ضمن 8000 مقاتل من جميع أنحاء إقليم تهامة لتحرير الإقليم من ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال الشيخ يحيى منصر إن هذه الخطوة تم التخطيط لها مسبقا مع دول التحالف، وهذا هو السبب الذي جعلنا نتردد من خوض المعركة لوحدنا، وقررنا انتظار الرد من قيادة التحالف حتى يحين الوقت الذي نعلن فيه المعركة الحقيقية والحاسمة. اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ميليشيا الحوثي والمخلوع باستخدام مواطنين مدنيين كدروع بشرية خلال الاشتباكات الدائرة مع قوات التحالف العربي. وبيّنت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس تحت عنوان حديقة الموت أن ميليشيا الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح سيطروا على محافظة ذمار اليمنية في أكتوبر عام 2014، وأحكمت سيطرتها على المقرات الحكومية في المحافظة، وحولت الكثير من المدارس والأماكن العامة إلى مقرات عسكرية. وأضافت أنه بتاريخ 21 من مايو الماضي نفذت قوات التحالف العربي قصفا جويا على معسكرات ومقرات تخزين الأسلحة التابعة للحوثي، والتي كان من ضمنها مقر مركز الرصد الزلزالي ومبنى إدارة حديقة هران، مشيرة إلى أن أفراد الميليشيا عمدوا إلى استخدام مجموعة من المختطفين المدنيين كدروع بشرية للاحتماء من ضربات قوات التحالف. وأوضح تقرير المنظمة أنه وبعد القصف بذلت ميليشيا الحوثي والمخلوع جهودا لمنع وصول أهالي الضحايا إلى مكان الحادث، حيث بقيت بعض الجثث تحت الأنقاض لأكثر من أسبوع في مسعى لطمس أثار جريمة اتخاذ المختطفين دروعا بشرية. وبحسب التقرير فقد تمكن فريق البحث الجنائي الميداني التابع للمنظمة من توثيق أسماء 12 شخصا فقط من الضحايا، بينهم صحفيين وقيادي حزبي، في حين لا يزال العدد الحقيقي للضحايا غير معروف بسبب تكتم ميليشيا الحوثي. استقبل ميناء عدن 12 سفينة حاويات منذ تحرير المدينة من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية، فيما تنتظر سفن أخرى دورها للرسو في الميناء. وأوضح رئيس مؤسسة مواني عدن محمد إمزربة لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن إجمالي عدد الحاويات التي تم مناولتها منذ 21 من أغسطس وحتى اليوم بلغ 17,000 حاوية فئة 20 قدم، أي ما يعادل 850 حاوية يوميا. وأكد أن إدارة الميناء تعكف حاليا على رفده بالمعدات الضرورية لرفع القدرة التشغيلية وتمكينه من المنافسة الإقليمية. يعاني أهالي رأس عمران بمحافظة عدن من غياب المياه، الأمر الذي جعل من بعض المنظمات المحلية تلجأ إلى إيجاد حلول آنية متمثلة بتوفير ناقلات وصهاريج ماء كحل إسعافي للأهالي. المزيد نتابعه في التقرير التالي. قرابة 5000 نسمة هنا في منطقة عمران بمديرية البريقة بمحافظة عدن يعيشون بلا ماء،
معاناة فاقمتها أكثر حرب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على مدينة عدن. احنا سعادة احنا مشمتين، لا ماي ولا كهذا ولا في عز في البلاد هذه، ماي في عمران مشمتين معذرين، احنا فوش التعب اللي فينا، ما حد يعطينا شربة ماي، شربة ماي ولا لقمة العيش ولا حاجة. يعمد أهالي رأس عمران على المنظمات والمؤسسات الخيرية في توفير الماء لساكني منطقة رأس عمران التي غابت عنها المشاريع الأساسية، من جملتها مشروع الماء يخفف الشيء الكثير من معاناة الأهالي. لكن نحن نحتاج إلى مشروع من الحكومة، نحتاج إلى خزان لكي يدعم القريتين لأننا قرية كبير، نحتاج إلى خزان من الدولة دعم يعني أقوى أقوى. منظمة صناع النهضة وبدعم من مؤسسة العيسي ساهمت في توفير المياه للأهالي، حيث يعمد صناع النهضة في توفير 24 ألف لتر يوميا من الماء كحد أدنى، حيث يحتاج الأهالي ما يفوق ذلك بكثير. وجدنا أن عمران هي المنطقة الأحوج والأكثر احتياجا للمياه بحكم تعداد سكانها، لذلك رسينا في المشروع هنا موجودين، احنا الآن في الداخلين على الشهر الثاني في دعم من مجموعة العيس التجارية، سنواصل معهم حتى نوجد لهم مشروع مستدام وثابت مع الجهات المختصة التي هي المسؤولة عن توريد الماء إلى عمران. يأمل أهالي رأس عمران بعدن من المنظمات الإنسانية والإغاثية مساعدتهم في توفير الماء الذي لطالما حرموا منه منذ سنوات عدة بفعل تقاعس السلطات المحلية السابقة بتوفير الخدمات الأساسية للأهالي، من جملتها مشروع ماء. صادق روتيبي، قناة سهيل الفضائية، محافظة عدن. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مقاتلات التحالف العربي تواصل استهداف مواقع الميليشيا الانقلابية في صنعاء ومأرب. مقتل وجرح 7 من عناصر ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في كمين نفذته المقاومة الشعبية بفعس. للمزيد يمكنكم متابعة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. في أمان الله. We'll be right back.